على الرغم من انتشار كثير من تطبيقات الذكاء الصناعي، فإن تشات جي بي تي لا يزال يحافظ على الصدارة من ناحية عدد المستخدمين بسبب جودة الإجابات التي يوفرها بناء على المعلومات المتاحة لديه وقدرته على إنشاء محتوى مترابط ومبتكر ومقالات متخصصة. شركات كثيرة بدأت تتسابق للاستحواذ على هذه التقنية أو تطوير تقنية جديدة تضاهي تشات جي بي تي، حيث أعلنت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت عن إطلاق الروبوت بارد للمحادثة الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية، والذي يستند إلى المعلومات الموجودة على الإنترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية. أيضاً كشفت مايكروسوفت عن إصدارين جديدين من محرك البحث على الإنترنت بينغ ومتصفح الإنترنت إيدج، مدعومين بأحدث تكنولوجيا من شركة أوبن إي آي. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن تطبيق بينغ الجديد يعتمد على نموذج لغوي طورته شركة أوبن إي آي، وهو أكثر تطوراً من الذي يعتمد عليه تطبيق تشات جي بي تي. كما كشفت شركة بايدو الصينية التكنولوجية العملاقة عن إطلاق أداتها الخاصة القائمة على الذكاء الصناعي ضمن مرحلة تجريبية. وأمام كل هذه التقنيات المتطورة، يطرح خبراء تساؤلات عديدة عن التحديات الأخلاقية التي من الممكن أن تطرأ على تقنيات الذكاء الصناعي، إضافة إلى احتمالية إفراز مشكلات ربما تضع المستخدمين أمام خيارين، وهما إما استخدام هذه التقنيات وأما الابتعاد عنها. إلا أنه ومع ذلك يعتبر كثيرون أن الذكاء الصناعي هو الإنترنت الجديد، ولذا وبحسب خبراء الأعمال فإنه علينا تعلم استخدامه الآن، وإلا فسيسبقنا الجميع.